مدينة نابلس حضارة، تاريخ ومستقبل واعد. تقع مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية في الوادي الذي يمتد بين سفوح جبل عيال شمالا وجرزيم جنوبا. نابلس هي مدينة تاريخية أسسها الكنعانيون قبل أكثر من 5000 عام، حيث إنها تعتبر من أقدم مدن العالم. تشتهر المدينة وضواحيها بالزراعة وصناعة الأغذية والحلويات، حيث إنها تعتبر العاصمة الاقتصادية لشمال الضفة الغربية. تشهد مدينة نابلس في الآونة الأخيرة ازدهارا معماريا وتجاريا، إذ أنشئت العمارات والمؤسسات والمراكز الرياضية والتجارية التي تشمل أفخر الماركات العالمية. تعج أسواق نابلس بالزوار من أنحاء الضفة ومن إسرائيل ومن خارج البلاد. ويعيش في مدينة نابلس أبناء 3 ديانات بمحبة وسلام: المسلمون، المسيحيون، والسامريون. أهلا وسهلا بكم في مدينة نابلس، يا حي الله.